اسمي خالد وليد الكندري، لاعب كرة يد نادي النصر فئة الأشبال. دخولي اللعبة، الكابتن حمد يا المدرسة نقني، كلم أهلي واشتركت. أول ما بديت لعبت دائرة وباك يمين، المركز الحالي اللي عندي باك يمين. المطلوب من الباك اليمين ان الفنتات التسديد يشرف علينا كابتن حمادة، يبتدي التمرين اول شيء التسخين استرتشات باصات بين اللاعبين ونبدي التمارين الكابتن اللي يقول عليها، بعدين تقسيمه. اكثر لاعب متفاهم وياه محسن، باصاتنا وفنتاتنا فاهمني. حققنا المركز الثاني بالبطولة، لعبنا أحسن مباراة لعبتها ويا القادسية بسبب الأهداف والأسيستات. أكثر شيء يوصيني المدرب الفنتات، التسديد، عشان أكون ناجح بالدراسة والرياضة أروح المدرسة الصبح أرد أحل واجباتي، بعدين أروح النادي أخلص من التمرين أرد أحل واجباتي. طموحي أني ألعب بالمنتخب، ألعب بدوري بآسيا والخليج وكأس العالم. قدوتي كابتن حمادة، أبي أصغ نفسي وأحسن. أشهر إصابة الكتف والركبة، عشان أتفاداها أسوي الاسترتشات واسمع كلام من الكابتن ما اسويها. اكثر شخص شجعني اهلي، واكثر شيء امي. انصح اللي ما يلعب رياضه يدش الهوايه اللي هو يحبها وتشغل وقته بشيء مفيد. اسمي يوسف عبد الله سلمان المرزوق، لاعب كره يد بنادي النصر بفئه الاشبال. طبعا انا كنت بالمدرسه، يعني الكابتن واختارني اني اكون بنادي النصر. المراكز اللي جربني فيها الكابتن هو جناح وباك يسار وسنتر، والمركز الحالي اللي أنا فيه باك يسار. مطلوب من الباك يسار طبعاً لما يكون وقت الدفاع هو يكون ورا، وبعد بوقت الهجوم مطلوب منه إنه يسوي فنتات ويخدع اللاعب اللي قدامه. اللي يشرف على تدريبي كابتن حمادة، ويبدي التمرين بالتسخين طبعاً، وبعدين نبدأ التمرين اللي يعطينا إياها كابتن حمادة. أول شيء إحنا لعبنا بطولة بمهرجان نادي الجراين، طبعاً فزنا بالمركز الثاني. وبالنسبة لأفضل مباراة لعبتها، مباراة ضد كاظمة. كانت مباراة ودية. أكثر واحد متفاهم معه بالفريق عمر، لأنه طبعاً يفهمني وأفهمه باللعب، يعني فاهمه يعني شنو بنسوي لما نلعب بالمباراة. المدرب يوصيني طبعا بالدفاع، اني ادافع عدل، لان اي غلط مني راح اعور اللاعب اللي قدامي واتماسك باعصابي. عشان اكون ناجح بالدراسه والرياضه لازم اوازن بينهم، مثلا اي من المدرسه ادرس شوي وبعدين اروح النادي اتمرن، ارد احل كل شيء واجباتي وادرس شوي بعدين انام. طموحي بكره اليد اني امثل منتخب الكويت وامثل نادي النصر. انا الصراحه ودي اكون مثل كابتن حماده، لاعب يعني كابتن زين، بنفس الوقت هو كان لاعب ولاعب قوي وزين. اللي شجعوني اهلي وكابتن حماده، واكثر واحد يشجعني ابوي. اشهر اصابات كره اليد الكتف والركبه. طبعا اذا تبي تتفادى اصابه الركبه لازم تسخن عدل وتسوي استرتشات، ونفس الشيء حق الكتف. احنا كلاعبين كرة اليد نحتاج معسكرات والاعلام يصورنا. انصح اللي ما يلعب رياضة يعني يروح نادي او ويشوف شنو يعني الهواية المناسبة له، او شنو الهواية اللي يحبها. والرياضة يعني شيء زين، وتشغلك عن وقتك، يعني تشغلك عن الاشياء مثلا السمنة والمطاعم وكذي. السلام عليكم، معكم اللاعب سعود فهد العبيدان، لاعب نادي كاظمة الرياضي كرة يد فئة تحت 17 سنة. طبعاً قبل كرة اليد كنت ألعب سباحة وسلة وقدم. ما حسيت براحة بهالثلاث ألعاب،
فيت فترة قعدت بالبيت مو مختار ولا لعبة. واللي شجعني اني ادش اللعبة اخوي، كلمني قال لي دش جرب. قبل ما ادش كنت مو مقتنع باللعبة، دشيت جربت، اكتشفت ان اللعبة حلوة. واللي حببني اكثر باللعبة التدريب والمدرب اللي هو احمد زغلول. طبعا من بدايتي، من اول ما دخلت اللعبة، اختاروني وشافوني اني العب مركز الدائرة وهو انسب شيء لي، وكملت فيه الحمد لله لحد الحين. طبعا مركز الدائرة له مهام وايد، منها انه يفتح لعب حق اللاعبين الثانيين، انه يدشون يخترقون ويجيبون اقوال، يحجز، يمشي خطط، ولا دور كبير بالدفاع. طبعا الدفاع هذا يرد حق وجهة نظر المدرب، بس اغلب الوقت لاعب الدائرة يدافع رقم 3 اللي هو بالنص، ولا دور وايد كبير بالدفاع. اللي اشرف على تدريبي بالبداية كابتن احمد زغلول، علمني الاساسيات وقوانين اللعبة. وحاليا اللي مخليني اكمل باللعبة كابتن سيد زكي، وهو اللي طورني وساعدني اني اكون لاعب. طبعا لعبة كرة اليد فيها وايد تمارين، كل تمرين يخص مركز، وفي تمارين تخص اللعب الجماعي. ومن تمارين كرة اليد اللي انا افضلها هم تمارين مركز الدائرة، اللي ساعدوني اتحرك واروح حق الكرة ويزيدون من لياقتي ويعلموني على طريقة التحجيز. من اللاعبين اللي انا متفاهم معاهم محمد عبد اللطيف مراد وصالح فهد للغيب، لان انا صار لي فترة طويلة العب معاهم بنفس الفريق، وبيننا تفاهم حلو. الحمد لله حققنا المركز الثاني في الكاس والثالث في الدوري هذه السنة، والثاني في الكاس فئة تحت 13 سنة. وأفضل مباراة أتذكر لعبتها مباراة اليرموك، لعبت مركز الوينج العكسي حق فترة قصيرة ومركز الدائرة، والحمد لله أديت فيها وبدعت. مسألة الدراسة والرياضة مسألة بسيطة، بس اللي عليك أنك تنظم وقتك وتحط وقت حق الدراسة ووقت حق الرياضة أو النادي، ولازم يكون للوقت يعني كبير، يعني ما يكون يومك كله بالنادي ولا يكون يومك كله دراسة. إذا أنت لاعب رياضي لازم تعطي كل واحد حقه. طبعا قدوتي محليا سعد العازمي، يلعب نفس مركزي مركز الدائرة. وقدوتي خارجيا جوينا غانتي، يلعب منتخب أسبانيا مركز الدائرة. بدايتي طبعا كانت تشجيعيني من الكل، من أهلي، من ربعي، حتى من المدربين أول ما بلشت أدش النادي. وهالشيء شجعني بزيادة أني أكمل بالرياضة وما أوقف لي اليوم. لاعبين اليد حاليا محتاجين صالات جديدة وحديثة تواكب التطور اللي قام يصير باللعبة، وكور وصمغ وتدريبات متطورة وخطط متطورة. وهالشيء راح يفيدنا وايد، ومعسكرات تأثر وايد بطريقة تمرين وطريقة نظام أكل اللاعب. شخصيا طموحي كلاعب كرة يد أني أكون لاعب في منتخب درجة الأولى، وأني أحترف برا في فرق عالمية، وأن يكون لي اسم كبير وأرفع راس الكويت. نصيحتي للي ما يلعب رياضة أنه يجرب جميع الألعاب ويشوف شنو يناسبه ويشوف شنو هو يحب، يجرب كل شيء. يعني ماكو حد معين للألعاب، في ألعاب وايد، لمن يلقى الشيء اللي هو يحبه ويلقى نفسه فيه.